بالنسبه لهذا اليوم هذا، بالنسبه لليوم درنا يوم لادماج الطلبه الجدد، ولكن فكرنا بانه يكون افتراضي، كنا كنحبدوا انه هذا اليوم يكون بحضوري، ولكن في الظروف الصحيه اللي موجوده الان في على اقليم الدار البيضاء الكبرى، اذا ما يمكنناش نجيبوا جميع الطلبه للمدرسه ونحضروا ويكونوا حاضرين. اذا فكرنا اننا نديروا واحد اليوم للادماج الطلبه، ولا يكون واخا يكون افتراضي عن بعد، والحمد لله نجحنا فيه، انه الطلبه تسجلوا في الصباح كانوا تقريبا 120، دابا كاينه 80، إذن واحد 30 اللي ما تكونيكتاوش، يمكن اللي عندهم صعوبات، يمكن باش نهضروا بصراحه، حنايا ما كنديرش انايا نغطيو، انه باش تكون عندنا الصراحه الكامله، انه الطلبه ديالنا ان حبدوا الفكره وانهم شاركوا في هذه الفكره. ويمكن قالت الاستاذه الكوتش بانه جبنا معنا ان كوتش مدام احلام طاهري، اللي تبعت معهم واحد ان كوتشينغ باش الطلبه يندمجوا بيناتهم عن طريق الالعاب، انهم انطلق العاب ترفيهيه وثقافيه وتكوينيه في نفس الوقت. هذا هو اللي حبتنا انه الفكره تكون، ونحاول ان شاء الله كل عام تكون شي حاجه جديده بالنسبه للمدرسه الوطنيه، لانهم انا بحال عرفتي وعجيت المدرسه لو 23 جويي، وان شاء الله اننا جايين افيك واحد لومبيسيون ان المدرسه ديالنا نوصلوها ان شاء الله تكون بين ثلاث مدارس الكبرى بالمغربية. اذا دائما كتبقى مدرسه كبرى، احنا خصنا اننا نزيدوا للقدام. انا هذا هو الشالنج ديالي، اننا المدرسه ديالنا تكون من احسن المدارس المغربيه في تكوين المهندس ان شاء الله. هذه كانت الفكره ديال سعاده المدير استاذ بن عمر، اننا هاد الطلبه ديال السنه الاولى خصوصا ديال المدرسه ديالنا ما يتحرموش من هذا النهار المميز اللي هو تيكون ان جورني دانتيغراسيون، هو نهار يوم تاع الاندماج ديالهم في المؤسسة رغم هذه الوضعية الوبائية اللي كنعيشوها. وفكرنا جميع مع واحد المجموعة من الأساتذة، مع المدير المساعد المكلف بالتعليم، أننا نشوفوا واحد طريقة جديدة إنوفونت اللي فيها شيء من الإبداع، باش تهما هاد الطلبة ديال السنة الأولى يتمكنوا من أنهم يقوموا بواحد الانتغراسيون، واحد الاندماج في المؤسسة في أحسن الظروف الممكنة مع هاد الوضعية الوبائيه اللي كنطلبوا من سيدي ربي يرفعها علينا. اوتون كو كوتش، بما انني كوتش دانيماسيون استاذه في المؤسسه وكوتش دوليه لادماج هاد الطلبه، قررنا اننا نحاولوا نقربوهم للمؤسسه ديالنا. كل فيليير، كل تخصص على حده، عطيناهم شنو هما الامور اللي غادي يقراوها، عرفناهم على الاساتذه ديالهم، على المسؤولين ديال لي ديبارتمون ديال الشعب هنايا، قدموا ليهم شنو هما المواد المهمه اللي غادي يقراوها خلال هاد السنه، قدمنا لهم الطريقه اللي غادي نخدموا بها ان شاء الله، باش ان شاء الله هاد الوليدات يتمكنوا انهم يستافدوا لو ماكسيموم على اكبر 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 قدر من 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 لو سافوار ديال 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 الاساتذه ديالهم في هاد الظروف اللي حنا كنعيشوها. هذه النقطه الاولى، يعني كان تعريف ديال الامور اللي هما محتاجين يعرفوها قبل ما يدخلوا المؤسسه. النقطه الثانيه، حاولت انني ندير معاهم بعض التمارين، بعض الالعاب ديال لانكليزيون، ألعاب اللي كنستعملوا في التيم بيلدينغ و سان دو لونتربريز، كنستعملوا في الأنشطة الإدماجية للمؤسسات الكبرى للشركات. حاولنا نخدموهم مع هاد الطلبة المهندسين، باش يقدروا يتعرفوا على بعضياتهم واخا عن بعد، باش يقدروا يفتحوا القلوب ديالهم ويتحدثوا، وباش يقدروا يخلقوا واحد العلاقة مع الطلبة عن بعد، ما كيتشوفوش لي كور اكور، ولكن الحمد لله الظروف اللي حاولنا اننا نوضعوا هنايا مكنت لهم انهم يشوفوا بعضياتهم ويتعرفوا على بعضياتهم عن طريق كيف ما قلت مجموعه من التمارين ومجموعه من الالعاب. من ضمن الامور المهمه اللي خدمنا عليها في هاد التيم بيلدينغ، حاولنا مع هاد الطلبه المهندسين انهم يخرجوا احسن ما عندهم، وحاولوا انهم يقدوا واحد لا شارت دو فونكسيونمون، كيفاش حنا غادي نقدروا نتعاملوا باختيارنا واحد القيم اللي غادي نقدروا نوقفوا عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم، قيم اللي تكون مشتركة بين هاد الطلبة كاملين، باش نقدروا ندوزوا هاد السنة الدراسية في أحسن الظروف، ويقدروا كلهم يستافدوا من 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 التعليم إن شاء الله بهاد الظروف. قدمنا لهم كذلك، وكنشكر بزاف للوغيا المهندسين القدامى
القدامى ديال المؤسسه اللي لباو الدعوه ديال سعاده المدير وديال الاطر ديال المؤسسه وجاو وشاركوا التجارب ديالهم مع هاد الطلبه المهندسين. كان اليوم يعني يوم خاص ب يعني لانتيغراسيون ديال السنه الاولى. للاسف هذا اليوم كان مبرمج انه يكون حضوري، ولكن للاسف مع الظروف اللي كنعيشوها في يعني في البلاد ديالنا وهذا يعني الظروف الصحيه، تم برمجه هذا اليوم عن بعد. اللي هو كان يوم خصيصي للتعارف مع طلبه السنه الاولى، وكان خصيصي باش اننا نحاولوا نشرحوا لهم يعني الاجواء ديال القرايه داخل هذه المؤسسه، الاجواء يعني غير القرايه اللي هي تتسمى اجواء انشطه الموازيه لو باراسكولير. حاولنا نفيدهم بالمعلومات سواء من الجانب يعني ديال الاداره اللي حاولت تساهموا بهذا يعني الجانب، وحنا كطلبه حاولنا يعني كطلبه قدامى نعاونوهم من الجانب يعني كتجربه ديالنا داخل المؤسسه.